لا هو يا جماعة هو دوت الولد المجرم كان جاي لسه داخل الشارع. ده اللبس اسود هو دوت. يا جماعة ده الولد رجع تاني اهوت. هو ده القاتل المجرم اللي ضرب البنت. يا جماعة هو بص بتاخد بتشد الموبايل من جيبه لأنه هو خد الموبايل بتاعها مش عايز يديهولها. لو لاحظته بتشد ايده من جيبه لأنه هو خد الموبايل بتاعها مش عايز يديهولها. بيهوشها عشان يضربها. هي بتحاول تقوم عشان تاخد موبايلها لأن هو أخده منها غصب عنها. ضربة. هو مش عايز يديها الموبايل بتاعها لأن الموبايل كان عليه حاجات بتدينه، عليه حاجات مش كويسة ليه. عشان كده زي ما انتوا شايفين هي مش عايزة تمشي عشان تاخد موبايلها وهو خده منها غصب عنها. وده اسلام عواد، هو دوت شريك في الجريمة اهو. عمال يعتدي عليها غصب عنها. وطبعا هي مش عايزة تمشي بس موبايلها. مشي وهي ماشية وراه بتعيط عايزة موبايلها وهو خده منها بالعافية ومشي. هذا يا جماعة هم راجعين وكل اللي واقفين دول بيتفرجوا. هو اللي ماشي في النص لابس أسود. وادي البنت راجعة وراه عشان تاخد موبايلها. وعادي ماشي ولا همه.